سلام، اهلا وسهلا بالجميع. ان شاء الله تكون اموركم تمام. انا عم بحذركم من هلا انه الحلقه هاي صراحه شوي طويله، فيها حكي كثير، بس بنفس الوقت فيها سيارات كثير. صراحه سيارات كثير فخمه، سيارات كثير غريبه، ولاول مره اللي صار لي سنه بدي اعملها، بدي اعمل تور. خلينا نحكي بالكراج تبعنا وبالكومباوند، فرجيكم شو الكراجات الثانيه موجوده. اكيد الكل بيعرف الكراج القديم اللي كان عندنا بي دي اي بي 1 غرق وقت ما صار في مطر كثير قوي على راس السنه هون بدبي، وغرق المحل والار سي اف غرقت والفان غرقت. ف اوريدي كنا مخططين ننقل على محل ثاني، فجتنا الفرصه هاي، نقلنا على دي اي بي 2 اللي هو دبي انفستمنت بارك 2، اللي هي قريبه 5 دقائق عن المحل القديم. وبنفس الوقت صراحه كثير مرتبه، يعني هاي منطقه صناعيه مثل ما شايفين، يعني خضار، شوارع مرتبه، شوي غير عن المناطق الصناعيه اللي شايفها انا بالشرق الاوسط كلها. يعني بالعاده متعود بس تحكي منطقه صناعيه تفوت تلاقي سيارات مزتت على اليمين، ناس عم بيحرقوا كاوتشوك يمين يسار، بهدله كل محل مثل سكراب. بس هون صراحه كثير غير، محل كثير مرتب، كومباوند كل الموجودين كثير مرتبين صراحه، يعني من احلى الكراجات الموجوده يمكن بدبي موجوده بالكومباوند هذا. يعني وهي يمكن فتاوي من عندي، بس انا احساسي اللي شايفه انه الكل عم بنقل من القوز اللي هي المنطقه الصناعيه اللي عند شارع الشيخ زايد، عم بنقلوا على الدي اي بي، المنطقه الصناعيه ورا الشيخ زايد مش بمحل الصح. فانيويز اجينا لهون، نقلنا على دي اي بي 2 المحل الجديد. هو جديد وقديم، صار له تقريبا 8 اشهر، بس من كتر العجقه ما لحق اصور شيء. فانيويز هذا هو الكومباوند. هلا المدخل تبعه، هلا وصلنا على المدخل تبعه، شايفين كيف الترتيب، كل الشوارع مرتبه، يعني حتى الزفت مرتبه، الخضار، نفسيا الواحد بيجي شعوره غير. هذا مدخل كومباوند، محلنا نقدر ندخله من هون اول شمال، نقدر ثاني شمال، ورح نلف على محلنا، على محل كاربون سيجنال لطفي، على محل ايمن بيعمل ديتيلينج، وعلى تنزاي تيونينج اللي هو محل باسل وفادي. فيا نوصل على ان ام كي، نعمل لكم تور بالكراج، بعدين هنكمل. فهذا هو الكراج، بتعرفوه من الباب الاسود. دائما بس ناخذ كراج نحن ندهن الباب الاسود بس عشان الواحد يميزه. هاي سياره كلبونه ايفو 10، كمان رح نصورها، هاي اول ايفو 10 يمكن بالمنطقه كلها، ركب عليها اللينك كامل. هذا هو الكراج. مثل ما شفتوا هذا هو كراج NMK، كنا متوقعين يكون كتير أكبر، بس بعد ما تعبى المحل بين صغير. بس عندنا أخبار حلوة هلا كمان شوي، بس خلص من تور هون راح أخبركم إياه. هذا هو كراج NMK مثل ما شايفين ورانا. اليوم شوي فل زحمة. أوكي، مثل ما شفتوا كان فرجعناكم كم من شاط المحل. المحل مش كتير كبير، بس حفرجيكم وين بصير شغل كل شغلة. عندنا هون الكهرباء، وعندنا هناك الأنجن روم، عندنا هناك شغل ميكانيك فوق العادة، يعني مش كتير كبير، ياخد 5 دقايق بس. بعديها رح أشرح لكم عن كل سيارة موجودة هون وشو عم نسوي فيها. المهم طبعاً هون أول شيء بدي أحكي ستورج القطع، بس أي شيء قطعة جديدة بتيجي ننزلها هون، نشيك عليها، نتأكد لمين، نتأكد لأي سيارة، وبعدين بينتقل لجوا. شايفين هون كراتين سامسونج، بي سي ريسينج، وايس فاب، وولود، هدول الأكثر يمكن 4 شغلات بنوصيهم، يعني كل يوم في أوردرز عم بيجوا. وريديوم كمان، كثير ناس عم بيطلبوا ريديوم الأيام هاي. طبعاً عم بيشتغل بكهرباء السيارات كلها، زي ما شايفين هون عم بيعمل جدلات هاي جاهزة لبرا، مش بس لهون. في شغلة ما حد بيعرفها هلا عم نسويها بس لسه ما أعلنا عنها. مثلا انتو عندك بي ام عليها 2J، فبتبعت لان ام كي بتقول لهم انا عندي شاسي E36 مثلا عليها موتور 2J بخخات 1700 كويلات اودي، بتعطي ان ام كي شو سبيكس بالضبط تبع الموتور، بنجهز لكم جدله كامله للينك تحطها على السياره، تشبك الفيترك عليها وتشغل السياره. يعني فكثير هاي جدلات اغلبيتها لبرا بتنشحن، في منهم لباكستان، من هوب وين شحنوا هذيك مرة، أظن على أمريكا مرة شحنا يمكن 2-3. anyways هون بصير كل شغل الكهرباء. عم بستعمل كمان الهيت شرينك والليبلينج على كل السيارات عشان إذا صار معك أي مشكلة ما عرفت الفيش وين بدك تحطه، كل شيء ليبلد. 99% من الكمبيوترات والشغلات المستعملة هي لينك، يعني مثل ما شايفين هون كل السيارات هون شغالة على لينك، يعني حفرجيكم واحدة واحدة هلا. هون خلينا نحكي قسم الكهرباء، بس أجان لسه مش خالص على الآخر،
المحل كله لسه مش خالص على الاخر، بس اذا بدي اضلني اجر كل مره احكي لسه بدي استنى ليخلص، ما حصوره من هون سنه. الكرتونه للبروجكت الجديد اللي بيقدر يحضر شو هي قطعها كلها جوال هون جاهزه من SGK. هون الجاكين هدول البروجكتس اللي بياخذوا وقت شغل ميكانيك، مش شايفين هاي R34 هلا اشرح لكم عنها كمان، والسيلفيا اللي ورانا هدول بروجكتس بياخذوا وقت كثير فبنحطهم على الجاك هذا. الجاك هذا للشغلات السريعه، غيار زيت، تشيكات لسيارات الدريفت، سباق شارع، اي شيء. هناك برضو سيارات اللي ما بتحتاج جاك بتاخذ وقت كثير، محل ما صافي سياره تيم الاي 46. فخلصنا من برا، خلينا نحكي هون غرفه تروفيز. ما بدي احكي زي ميوزيم، بس في عندي شغلات من جودوود، شغلات من شوز، تروفيز، سوت قديمه. صوت دائما في اصوات زي هيك، عشان هيك دائما هاي الغرفه معموله لما نقعد مع ناس. المهم هاي الغرفه اذا بقعد مع اصحابي التقي بحدا، ميتينجز مع سبونسرز، ميتينجز مع زباين، بس الحكي الجد والميتينجز الجد بتصير جوا بهذيك الغرفه مع عمار، اي حد بده يعمل بروجكت جديد وهناك كل الدفع. بس في شويه قطع هون اكثر شيء انا حابه القطع اللي هون هو هذا. طلعوا هذا الكرسي محلا صراحة، يمكن أحلى كرسي بالعالم. هذا الكرسي للـ R34 البيضة، يمكن صار لي سنة ونص شاريهم، بس عن جد أحلى كراسي بالعالم. فحشرحكم عن R34 هذا كمان شوي، بس حبيت أفرجيكم كراسي هون عشان هم موجودين هون. مثل ما شايفين هون تانك ريديم كمان، هون جدلة طالعة لبرا برضه. هون أغلبية القطع اللي بدنا نشحنها لبرا، يعني بنخلص من هناك بنشيك عليهم بنحطهم هون، بعدين عمار بيشحنهم لبرا. جوا مكتب عمار، بلاش أفرجيكم جوا فضايح. هلا نطلع لفوق. يا هون نحن القعده اللي نقعد فيها خلينا نحكي 90% من وقتنا، او انا اكشلي بقعد 90% من وقتي. يعني ليش؟ عشان هون شوي شوي فوق عالي بشوف كل شيء بيصير تحت. هاي عاملينها ستايل زي بيت مثل ما شايفين، كنباي، تلفزيون، سيميليتر، يعني عاملينها مثل جو الواحد يجي ينبسط، وبنفس الوقت بدرب كثير ناس على السيميليتر، وانا كمان بتدرب على سيميليتر. يعني لما اصل ميموري اذا في اي بطوله او اي شغله، واتش نايتس اذا كان في دريفت لايف، اف 1 لايف، شغله هيك بنلم اصحابنا والزباين نجي بنحضر هون. يعني شلف خلينا نحكي الشغلات تذكاريه، خلينا نحكي وين، مثل هاي مثلا هلمت تبعتي القديمه، هاي بيستون رود ضربوا معي بالاوتودروم بكتانا، تاي رودز من بطولات، تاي رودز من بطولات عمان، طلعوا قديش بندفش نحن السيارة، قديش مكسرهم. هاي الضوء مثلا RCF من جودوود اللي انحرق، اكيد كل حد شاف الفيديو لما العجل انحرق والجناح والضوء. وكؤوس وشوز تبوني لقدام، بس اجين كل هذا اللي فوق وتحت رح ينطلع شيء جديد. مايكل جاكسون، مين بحب مايكل جاكسون؟ سيميليتر كمان بنقضي كثير وقت عليها. صراحه سيميليتر ادمان، يعني انا مني وعلي زهقتها، مش عشان قعدت عليها كثير، عشان لسه مش شابكها اونلاين، لسه ما فيني العب تاندم او اعمل براكتس مع ناس برا مع اصحابي مع كذا، فدائما عم بنزل لحالي بالنهايه زهقتها. بس اجين هذا كله راح ينتقل على محل ثاني، راح يكون في سيميليتر ثاني، حنسامل بطولات هون. اقدم تروفيز او اهم تروفيز خلينا نحكي ريد بول كار بارك دريفت سيريز، هذول كلهم من ريد بول كار بارك دريفت. هذا اول كاس يمكن Red Bull Carpark Drift 2011. هدول تنتين بطولات شرق أوسط اللي هو 2014-15، هاي آخر واحدة بالسعودية، المركز الثالث 2022. بجيكم أنا أكثر موقع بحبه بالكراج كله، 90% من وقتي قاعد هيك، يعني لدرجة قلت لهم حطوا لي كرسي هون بلف بكارو ولا سباركو ولا أي شيء، أضل قاعد هون عم براقب كل السيارات، براقب كل شيء. يعني بالنسبة لي هذا أحلى منظر، تشوف السيارات كلهم تحتك، تشوف كيف عم يشتغلوا السيارات، تشوف كيف السيارة عم تتحول من شخصي لسياره كامله. فنرجع تحت، بشكل عام هلا فرجيتكم الكراج، الكراج مش كثير كبير مثل ما شايفين هيك، بتشوفوا كل الكراج، بس فرجيتكم وين كل شغله بتصير. هلا لما نفتح المحل الثاني حنحكي عليه كمان شوي، رح يختلف هون شوي الشغلات، رح يصير في هون ستورج للقطع، رفوف، يعني رح يختلف شوي خلينا نحكي الترتيب. ننزل تحت هلا نشرح لكم عن سياره، بعديها نروح على رشاد فرجيكم الشغل اللي بيساويه، بيشتغل 4x4، بعدها نروح على لطفي، بعدها ايمن، بعدها تنزاي. نرجع تحت فرجيكم السيارات.
طيب فقلنا نبلش بالايفو الار اس 2 تبعتي، عشان صراحه هاي بالنسبه لي كثير مميزه، مش بس عشان سياره نادره بالعالم هلا وصعب تلاقي منهم. سياره معي من الجامعه، هاي اول سياره خلينا نحكي عن جد حقيقيه. كان معي جولف يعني مدرسه، وكان معي سيات قبل الجامعه، بس بالجامعه اول ما دخلت الجامعه شريت هاي. فسياره كثير عزيزه على قلبي خلينا نحكي، وبتجيب لي ذكريات من زمان صراحه. يعني كل ما اطلع فيها بتذكر ايام الجامعه. صعب تلاقي شخص عن جد فعلا معه نفس السيارة موجودة لهلا وبالحالة هاي من أيام الجامعة. يعني أنا خلصت جامعة وبعدين دخلت بالدريفتينج، التهيت بالدريفتينج نسيت السيارة، فصفت كراج البيت 7 سنين. عشان هيك سيارة لو مايلج، سيارة ماشية 55,000، فيعتبر كتير قليل لسيارة موديل 99. رح نعمل ريفيو عليها كامل، عشان صلنا سنتين عم نشتغل فيها. السيارة هاي كانت 700 حصان، هلا رجعت ستوك. كل شيء فيها ستوك، الانجن ستوك، اكزاست ستوك، مسجل كاسيت، كل شيء فيها ستوك. يعني ستوك لدرجه انها ممله. صرت اطلع فيها ازق شوي، يعني عن جد صارت لانسر، ما في لها لا صوت توربو ولا صوت اكزاست ولا شيء. بس يعني حنعمل ريفيو عليها كامل السياره، عشان عليها اللينك كمان، فحفرجيكم كيف السياره شغاله على اللينك وشو الاوبشنز اللي نحن شغالينها. ثاني سياره رح نحكي عنها اللي هي هاي الاي 30. اللي بيعرف قديش قيمه الاي 30، قديش صعب تلاقي اي 30 ام 3 هلا. وهاي عم نعملها ريستوريشن كامل، شايفين حالتها. اجت السياره هيك، السياره اظن صار لها مسدوده 8 سنين 7 سنين. طلعوا كيف من جوا. هاي راح نعمل لها ريستوريشن كامل، ترجع نفس هاي الايفو. اكثر شيء بحبه اشوف كيف السياره بتكون هيك بعدين تصير هيك، يعني بتحس بالساتسفاكشن. هي هاي بروجكت مش الي. هاي اكثر شيء بغلب بالسيارات هاي هي القطع، تلاقي القطع، عشان فعلا بطلت موجوده واسعارها صارت بالسما. هجكم سيارة عمار. سيارة عمار هاي مش سيارة دريفتينج، سيارة هيل كلايم وسبيد تست. السيارة الوحيدة عليها موتور بي ام من الموجودين هون، الباقي كله توجي عشان هلا حتشوفوا. عليها موتور ام 50، شايفين حتى التربو صغير، مش مثل السيارات الدريفت بكونوا حاطين تربو كتير كبير 800 حصان. تخيل هاي بال 600 حصان بس بيفتح بكير عشان يساعده باللاج بالريسبونس. كل شيء بالهيد فولي بيلت، كام شافت سبرينجز ريتينرز سيكونشال جير بوكس سسبنشن نايترون، كل شيء. والسيارة هاي عمار عامل ريكورد دفع الخلفي بتل الرمان اللي هي ما حدا قدر يكسره أظن مدة 10 سنين. يا اي 46 هاي انعملت كاملة هون بالامارات عندنا بال ام كي، وتسوت بوقت قياسي اظن 3-4 اشهر، يعني عشان هو اوريدي كان عنده الموتور والجير والميكانيك على اي 30 تاني. فنقل هاي السياره، سياره عزيزه علي. تخيلوا انه بالحلبه بنسوق سياره 1200 حصان دفع خلفي والسرعات عاليه، بعدين بنط بالشارع على سياره 130 حصان يعني. بس برضه هاي من السيارات اللي كثير بحبها، عشان بلشت بجولف. انا يعني اول سياره كانت عندي، ثاني سياره كانت عندي، اول سياره كانت تويوتا كورولا القديمه، ثاني سياره كانت عندي بلشت فيها سبيد تست، كنت اروح اشارك فيها، رحت فيها على المدرسه كمان، اللي هي جولف كانت 2 بس مش جي تي اي، كانت 1.3. احنا حطينا عليها موتور 16 صباب، حولناها تربو، من اول السيارات اللي بالاردن كمان تحول تربو ايامها. بس هاي جدا نادره. اليوم كنت طالع فيها درايف فلات 12، واحد من الموجودين بيقول لي بتعرف قد ايه انباعت وحده نفسها قبل يمكن شهر او شهرين؟ ففرجاني في ويب سايت اسمه برينج تريلر، شكله واحد ما بعرف شو ماله مجنون. شاري نفس هاي، طبعا مايلج اوطى، مايلج 50,000 مايل، هاي يمكن ماشيه 150 180، بس انباعت ب 87,000 دولار. حط لكم هاي صوره للمزاد، صوره المزاد يعني. جنون، بس فعلا بطل في من هاي السيارات، يعني حتى بالامارات ما شفت ولا واحدة منها، وبالأردن ما شفت ولا واحدة منها، عشان هاي آخر موديل من الام كي 2. هاي سيارة لمحة سريعة سريعة، يعني شايفين السيارة كل شيء ستوك من جوا، الكاسيت مسجل الأصلي، كراسي الأصليين، كل شيء ستوك من جوا، حتى جير نوب أصلي. هذا هو الموتور، بجننا. صراحة هذا أبدا مش مثل ما بدي، شايفين كيف لسه مش مرتب، بس جايبين لها، جايبين لها اللينك اي سي يو، جايبين لها الانتيك مانيفولد تبع الاي بي اف اللي بيجي هو اصلي بخاخ كهرباء. هاي مبندقينها بندقه ما بعرف وين بعمان بالاردن، هي بتيجي بخاخ مواسير،
محاولينها كهرباء على كمبيوتر RV ما بعرف يعني شغل بندق لزمان. بس هاي هلا حنركب عليها اللينك حفرجيكم البروسس تركيب اللينك ونفرجيكم فرق المشي تبعها والباور هلا وبعد اللينك يعني. بس يا موتور هذا معروف 1008 16 صباب برضه من الموتورات اشتغلت عليهم زمان كثير يعني. يا السياره اللي بعدها IS 300 هاي شريتها قبل سنتين. ليش شريتها ما بعرف صراحه. كانت موجوده شفت واحده للبيع فكرت سعرها لقطه طلع فيلم لقيتها كان على اساس عاملها ميسل كار اروح على الجراس روت دريفتنج تتكسر يعني تتبهدل السياره. بس بعد ما اخذناها انسوا منظرها من برا هيك شوي مبهدل اكتشفت السياره كثير نظيفه من جوا نظيفه مشيتها نظيفه كل شيء شغال فيها ازاز كهرباء الموري الاي سي شغال وحتى الدفتر تبع الشركه موجود بالتابلو. ف اكتشفت انه حرام تنعمل ميسل كار بس لسه عن جد مش عارف شو بدي اعمل فيها. السياره عليها موتور 2 جي النون في في تي حطيناها عليها ركبنا عليها كراسي سوبرا. السيارة لسه بدها شغل كتير بس عم نشتغل عليها شوي شوي قبل ما نبلش شغل فيها بدنا نسجلها. لسه مش عارفين السيارة رح تسجل ولا لا يعني برضه مش ارتبشي ابدا بس اجان لسه مش خالصة يعني. كله هذا رح يترتب الجدلة كله حنرجع نشتغل فيها بس اعرف شو بدي اعمل فيها السيارة يعني. بس اول شغلة سويته فيها ركبنا بي سي ريسينج كويل اوفرز هو اهم شيء باي سيارة لاحظته يعني. بعدين رح نحكي الموضوع اكثر حنعمل حلقة كاملة عن الكويل اوفرز وقديش الاهمية تبعتهم. وركبت عليها جنطات ريز 17 انش مع تويو ارتبليت ار السيارة الوحيدة اللي بنزل منها من هيك ايدي عم بترج منها يعني هي سيارة هوتي السوبرا اللي بنستعملها لسويحان مايل. والسوبرا اللي انشهرت مش بس هون انشهرت عالميا في فيديو عملته قبل سنتين لها لما ربطناها بالجنزير عملنا فيها بيرن اوت anyways السيارة هاي حنعمل عليها حلقة كاملة كمان. السيارة عاملينها لسويحان هذه السيارة رشاق ومحبين بس السنة هاي صراحة ما توفقنا نهائيا بسويحان بس عارفين شو بدنا للسنة الجاية يعني. آخر مرة كان فود نشارك فيها ضرب بيرينج بس الحق علي اللي صار معانا انه انا بسويحان كنت حاب اضلني جير رابع مع حد خامس والجير الرابع الريشيو سكر وصلنا 322 على 10200 RPM وصار بدي كمان شوي لقدر اوصل 330 325 328 فتحت 10500 على موتور صار له 3 سنين. ف اول ما فتحت RPM ما نزل الاويل بريشر ما طلع صوت بس لما اجينا ننزل فيها الراوند اللي بعده شيكنا البيرنج كان كله متقحط وراي. ف يا هذا هو التربو هذا تربو عليه موتور 2 جي زي سيارة عليها كاستم انترنلز كله 3.2 هو بيتحمل 10000 RPM بس انا صراحة كنت افتحه شوي زيادة عشان اخذ شوي سرعة زيادة. تربو فتحنا فيه 3.2 3.3 مع نايتروس سيارة جابت 1780 حصان عن جد سيارة بتخوف يعني. وعليها دراي سام كام شفتات ستيج 4 تايتن صار عليها كل شيء يعني. باور ما بدها بس صار بدنا نلعب بالريشيو لنقدر نجيب الرقم يعني. احنا السرعه الهدف تبعنا نجيب 300 و 140. فخلينا نشوف السنه الجايه شو بصير. السياره عليها جير عادي تخيلوا كل هالباور على الجير العادي اللي هو V160 عم بيتحمل 1800 حصان تقريبا يعني. والشيفتنج وحتشوفوا هلا بالفيديو يعني انا عم بضغط على السياره مش انه والله عم نعمل شيفتنج شوي شوي يعني. السيارة من جوا كل شيء موجود الانتيريور كامل ما عدا الكراسي حاطين كرسيين ريكارو وفيها الباراشوت للاحتياط بريكس اذا ما وقفوا عشان صارت معي قبل فتره باللكسس حتشوفوها بواحد من الفيديوز البريكس راحوا دخلت بارض الفاضي. انيويز السياره اللي بعدها سياره علي مخصيد ماكس سبيد بتعرفوا انا من 2015 ايام السوبرا تبعته وايام كان معي سانشي. علي مخصيد من السواقين الكثير تالنتد متعدد المواهب علي بيعمل دريفتنج بيعمل سيركت ريسنج بيعمل فنسنج بيسابق اجمال بيسابق حمير اعطي علي اي شيء بيسابق فيه يعني من النوع المتعدد المواهب كثير عنده شغف بموضوع دريفتنج شارك برا وجاب مره مركز ثاني ب FIA دريفت اني ما شاء الله عليه ولد كثير شاطر
وبس ما كان يحالفه الحظ. علي كان بهاي السيارة له 4 سنين بينزل بحياته ما عمل شيء خلينا نحكي أو عمل شيء اللي هو كان بده إياه. ابتداء من السنة الماضية أنا مكي استلمت سيارته صيانة تصليح، يعني هو عملنا له سيت أب أرايف أند درايف، يعني بيوصل على حلبة بسوق سيارة بسحب على بيروح ما بتدخل ولا شيء مثل ما شفته ربح بطولة عمان اللي صار له 5 سنين ما حدا قادر يربحها. يعني علي مكسيد ذا تاير اوف ذا ريم هيز جونا هيت ذا وول، هي دوزنت هيت ذا وول، اتس ان انبيليفبل هاو ديز هيز تاير ايفن كم اوف ذا ريم. اكثر درايفرز بحبهم اكثر درايفرز الشاطرين خلينا نحكي، واللي حسن حاله طور حاله بالرياضه هاي. سياره مكسره بعد عمان، علي خلص عمان وصفى زي ما هي. سياره كمان عليها كلهم عليهم 2 جي مثل ما شفتوا، سياره 2 جي زي بس مش في بي تي، عليها جارت جي 3900 نايتروس كامل. يعني برضه حنعمل عنها ريفيو كامل بس مش هلا بعد ما يعمل ريبيلد، عشان مثل ما شايفين سياره مكسره. يعني برضه عليها بي سي ريسينج كولرز. يعني السياره اللي بعد اللي هي من اهم السيارات الموجوده عندنا هي كتان. عالميا مش بس بالشرق الاوسط، عالميا كل حد بيعرف السياره، عشان لما عملنا ريفيل فيديو انتشر بالعالم كله. عملنا كامبين كثير حلو عشان كانت اول سياره، كان الفيديو ريفيل تبعه وقت الكوفيد فالناس كانت عم تستنى اي كونتنت. اصل لكسس ار سي اف مش ضايل ولا شيء من لكسس ار سي اف هاي، الباقي كله تغير كبودي كموتور من جوا كامل. برضه على فكره ما عملنا ولا ريفيو للسياره هاي، رح نسويه كمان. أكثر شيء صراحة بنبسط بالسيارة هاي أنه عملناها نحن صار لها 3 سنين، تخيلوا أنه الستيكر ما غيرناه، يعني السيارة بحالتها وضعها ما غيرنا ولا شيء. الشغلة الوحيدة اللي غيرناه هو الموتور، كان عندنا إيفنت بدبي أوتودروم، برضو أنا طمعت فتحت أر بي أم زيادة كان بدي ويل سبيد شوي زيادة. هاي كنا نفتح فيها 8800 أو 9000، فتحت فيها 9400. أول ما صار هيك طار كونكتينج رود وراح الموتور. ستين رود ضربوا معي بالاوتودروم بكتانا، فحطينا موتور شحناها على جودوود. بس انيويز السياره ما شاء الله عليها، يعني بالنسبه لوضعها على الفيديوز اللي عملناها فيها والباسنجر رايدز فيديو كينيا بانوراما باسنجر رايدز هون، كثير تعمل فيها شغلات لساتها بحاله منيحه، يعني تعتبر كمان اكيد 2 جي زي. بس انا بالنسبه لي هذا ارتب 2 جي زي سيت اب عملناه لحد الان. ليش؟ بين زي كانه قاعد اصلي وكثير واطي، حاولنا ننزله قد ما بنقدر. الحلو بالار سي اف فيك تنزل الموتور قد ما بتقدر، خصوصا انه هاي عليها دراي سامب وبنفس الوقت السب فريم تبعها واطي. يعني هاي 2 جي زي في في تي 3000 سي سي، عليها جي اس سي كامز بلت هيد تيربو جي 35 900 نايتروس سامسونز 5 سبيد سيكونشال جير بوكس وينترز بي سي ريسنج، يعني كل شيء ممكن تخيله راديوم انجينيرنج فيو سيستم. بس الحلو هاي بنيناها بطريقه كثير مرتبه، يعني حتى لما يكون عندي بروجكت تصوير دائما بيطلبوا هاي السياره، لا بدهم السيلفيا ولا بدهم الار سي اف الفي 8، بدهم السياره هاي. ننتقل على الار سي اف الثانيه. هلا هذا اللخبط اللي عم يصير مع كل حدا، كلهم مفكرين انه الار سي اف الفي 8 هي نفسها هاي، هذيك غرقت وانا رحت حولتها لهاي او ما بعرف، صار في شويه لخبطه يعني. فهي لا، هاي سياره 2 جي وهي سياره ثانيه. هاي الار سي اف الفي 8 هاي اول وحده عملناها، كان وقتها البارتنرشيب مع لكسس، كانت اول ار سي اف تنعمل بالعالم دريفت، كان معنا 3 شهور. تخيلوا انه هاي كانت سياره شارع بس كنت استعملها، يعني استعملتها لمده اسبوع لا افهم شو السياره سسبنشن شو نعمل فيها، ولا درسنا السياره من تحت عشان كانت اول وحده. بثلاث اشهر صارت من سياره شارع شغاله لفول برو دريفت كار، يعني اكشلي مش برو دريفت، يعني هي كانت معموله لداموز عشان سياره ثقيله شوي. السياره برضه هاي غرقت مع المحل القديم، حفرجيكم صوره هلا لوين وصل الطين وصفت من وقتها. فهلا رجعت سياره من ناصر، من ناصر انصاري، سياره مدهونه كامله، طلع كل الطين من الاماكن اللي كان مستحيل واحد يوصلها وبدنا نجمعها. رجع عليها الفي 8، عليها موتور 3 يو ار اللي هو اللكسس الاكس 570 في 8 عليه سوبر تشارج. رجعها السياره كان شكلها حلو، مش احسن اداء بس خففناها شوي نشوف كيف حتصير برفورمانس وايز. بس انا من الاشخاص اللي ما كثير بحب الفي 8 بس صوتها كان حلو صراحه. كل شيء رجع جديد، دهانها من تحت كنترول ارمز كل شيء انتفض، بس هلا ضل جمع. يعني هاي البروجكت اللي هلا بلشت فيها جديد، انا مش عارف عم بلبس حالي بروجكت هيك، صرت مفرح حالي مليون بروجكت، يعني
هاي غير البروجكتس اللي موجوده بالاردن رح افرجيكم اياها. هاي جي تي اس رح نحولها كامله جي تي ار. الهدف منها هاي كنت حابب اعمل سياره شارع تكون شو كار بنفس الوقت تقدر تطلع فيها كل شيء شغال اي سي سواقتها حلوه كروز كنترول وحلوه. فبتوقع الار 34 احسن شيء لهي الشغله. ما معي بادجت اجيب جي تي ار اسعارهم صارت خرافيه بس هاي شريناها قبل سنتين يعني حتى هاي سعرها صار دبل تقريبا. اول شغله سويناها ضربناها درايس من تحت طلع كيف رجعت جديده من تحت. كان فيها شويه صدى سطحي من الصفه بتركم صار سنتين صافي السياره ولا تحركت بس رجعناها جديده من تحت يعني. فنبلش فيها من تحت خلص كل شيء بعدين نجمع الموتور حيكون عليها ار بي 26 اكيد ستروكر كيت 2.8 هاي البيلد ايش فيه جميلة. اوكي ار بي 26 ستروكر كيت 2.8 عشان عندك ار بي اوكي. فيا هاي رح نعمل ريفيو او هاي مش ريفيو هاي رح نفرجيكم البيلد من وقت ما بلشت ما شريتها لحد ما تخلص يعني هذا فلوج على مده طويله بس المفروض تطلع شيء حلو يعني. اوكي هيك خلصنا من سياراتي خلينا نحكي هاي سياره زبون عم يستنى يمكن داون بايبر اكزوست سوبرا. صراحه انا السوبرا من السيارات اللي ما كنت كثير احبها بس لما انتشرت وسقتها وشفت تعديلها بلشت احبها صراحه يعني. بس هي فكره انه عليها شيء بي ام الناس اول فتره ما كانت مقتنعه وانا كنت واحد فيهم بس فعلا طلعت سياره كثير حلوه كهاندلينج شكل باور الموتور صراحه كمان كثير منيح عم بيعمل فيه شيء كثير شغلات كثير فظيعه. هاي جاي يمكن تيون اكزوست ما عندي فكره. نجي على الاس 14 هاي سياره عديل من باكستان عديل اجى برو دريفت اكاديمي هون بعدين برضه حنشرح لكم عن برو دريفت اكاديمي شو بيساوي عشان كثير عم بيجيني اسئله كيف الواحد بده يتعلم دريفتنج فبدي اخلص موضوع هذا فرح نعمل حلقه كامله عن برو دريفتنج اكثر من حلقه عشان الناس اللي حابب يتعلم يعرف وين يروح. هاي سياره عديل برضه اجانا من برو دريفت اكاديمي عديل راح تدرب وعجبته الشغله وصراحه عنده الموهبه يعني بس ما كان عنده سياره منيحه ف اجانا عديل اللي بدي كوبي بيست عن اس 14 تبعتي اللي بنزل عليها هاي هي بس على ستيرنج يمين يعني. اجان السياره 2J 3.0 سامسونج سيكونشال جير بوكس ريدين فيول سيستم يعني نفس كل الخلطه اللي بنعملها دائما اللي هي احسن شيء بريكس والوود. سياره بدها تقريبا اسبوع اسبوعين لتخلص. بيجي عديل بطلع انا بعمل فيها تيستينج تاكد الامور تمام نظبط السيت اب بعدين بيجي عديل بجربها بنظبط السيت اب على سواقه عديل وراح اشارك فيها عديل هون بعمان بالامارات ويمكن بالاردن. نيجي لهي السياره صراحه هاي السياره من السيارات الحلوه وما بتشوف منها هون بالامارات. هاي سياره رماحه بيشتغل معنا هون رماحه بيعمل كهرباء ميكانيك فابريكيشن كل شيء حتى بيشغل سيارات على اللينك صار. فهاي سياره رماحه عاملها هو رماحه كامله معموله ريستوريشن من الصفر يعني عن جد كل شيء فيها نظيف يعني طلعوا عليها من برا كثير منظرها جي دي ام مع الجنط مع البودي كيت كثير بحب شكلها يعني. شايفين حتى الموتور قديش مرتب عليها 2JZ لينك كل الخلطه. فانيويز على فكره ما حفرجيكم كثير من السياره هاي عشان بعدين رح نعمل عليها ابسود كامله. اخر سياره موجوده هون معنا اليوم اللي هي سياره تيم من اوكرانيا. اول مره تعرفنا عليه كان عمره 15 شرى هاي من عمان سيارة سامي الشيباني جابها لهون عملنا عليها ريبوت كامل كتير بيسوق كويس بلش على السيميليتر نزل بعمان هلا اخر شيء كمان any kind of lost ground look at that lead line from Timo Lipski كان يطلع كواليفاينج رابع وثالث وخامس واخر راوند ما حالف الحظ صار مشكله بالسياره نايتروس صار مشكله بالنايتروس الايام هاي ما بعرف ليه بس عم يصير معنا شويه مشاكل بالنايتروس حسب وين بنعبي النايتروس خصوصي بعمان فعم يفضل نعبيهم بالامارات بس اني ويز اي 46 عليه 2JZ كمان سيكونشال جير بوكس وينترز هاي من السيارات كمان اللي كثير مرتبه وما مقصر بشغله نهائيا يعني عن جد جاب كل شيء ممكن يجاب للسياره يعني. شو كنتوا تعملوا لما كان عمركم 16؟ يعني انا لما كان عمري 16 كان عندي سياره اوكي بس في ناس بتكون قاعدين على بلاي ستيشن يعني فتخيل هذا ما عنده رخصه وبروح بسابق بطولات هون وعلى مين هلا مشارك بالدريفت ماسترز عنده سوبرا اي 90 كمان غير هاي بيوروب بينزل عليها يا ريت كنا صغار مثله يعني. اوكي مثل ما شفتوا هيك عملنا لكم تور كامل على الكراج صراحه انا توقعت يخلص على السريع بس كثير طولت عليكم كثير في حكي خصوصا لما شرحنا على كل سياره كنت ناوي نعمل ابيسود واحد نفرجي الكومباوند كله بس قررت اعمله على تو ابيسودز فهلا خلصت الابيسود الاولى فرجيناكم انا كي بيرفورمانس
الابيسود الجاي رح افرجيكم باقي الكراجات. ان شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقه. واجين سوري حكيت كثير وشوي طويل الابيسود, بس يا ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب, ونشوفكم الحلقه الجايه.